إذن اليوم غادي نقدموك المستمعي ميديا، وكذلك غادي تقربنا من هذه الآلة الجميلة التي تخوفوا منها الناس بزاف، لأن فيها بزاف ديال لي كورد، يعني ماشي بحال الجيتار أو الكمانجا، يعني 3 4 أو 5 لي كورد. اليوم غنتكلموا عليك، يعني أنت أستاذ الآلة القانون المعهد الجهوي والفن الكوريغرافي بمدينة فاس، ياك عازف مؤطر وطني لآلة القانون بالمغرب، حصل على دبلوم جائزة الأولى في 2005، جائزة الإتقان في 2006، ودبلوم جائزة الشرفية من وزارة الثقافة في آلة القانون سنة 2007، عندك دبلوم سنة سابعة وسنة ثامنة من المعهد البلدي مكناس، رئيس دار القانون بالمغرب اللي تأسست هذه ما كملاش عامين، مدير مهرجان دولي دار القانون بالمغرب، عضو في جوق المرحوم الحاج عبد الكريم الرئيس للموسيقى الأندلسية برئاسة الأستاذ محمد بريول، ملحن مؤلف موسيقي، رئيس فرقة خماسي دار القانون بالمغرب، باحث وطني في تاريخ آلة القانون صناعة وعزف، باحث في الطبوع المغربية، وتبارك الله شاركتي في عدة مهرجانات وطنية ودولية، وفي الأخير الصانع الوحيد لآلة القانون المغربي منذ 2005. ما كاين حتى واحد يصنع آلة القانون في المغرب من غيرك انت. تخصص ما كاينش على سيدي متاسف في الحقيقة الله، يعني كصناعة ما كاينش صراحة الله، والحمد لله كانت بدأت الأمور يعني بشوية شوية حتى حققت الهدف ديالي في الصناعة. لكل متعلم معلم، ترى شكون هو المعلم ديالك الأول اللي خلاك تحب آلة القانون؟ حقيقة الله أنا تسجلت بالمعهد البلدي ديال مكناس على يد أستاذ ديالي اللي هو مولاي إدريس الوزاني. مولاي إدريس الوزاني هو أستاذ ديالي ديال آلة القانون، هو اللي خلاني نحب آلة القانون، أولا بأخلاقه وثانيا بعطائه، لأن في حقيقة الله أنا تنعتبره أب روحي ديالي، يعني ماشي فقط غير أستاذ، لأنك تسمعني معها علاقة طيبة جدا، فتعلمت منه شيء الكثير في المقامات وفي العازف، وخديت على يديه الشواهد الحمد لله، هو اللي حببني كما قلنا في آلة القانون، لأنه رجل معطاء.